بخصوص الاتهامات، اولا اوجه انتقادي لهذه الاتهامات لانها مبنيه على الباطل. ثاني حاجه ان هناك قوانين تنظم الجرائم. الاتهامات بخصوص تزوير وانتحال صفه من اختصاص القضاء، والقضاء له سلطه مستقله لا يمكن لنا التأثير عليها بهذه البلاغات وبهذه الوشايات التي لا يسالها أي، غير مبني على أساس قانوني من الأصل، لأنه كما كنعرفوا هذا المؤتمر خضته اللجنة الصحية عن طريق طلب وترخيص تقدموا به الوزارة الداخلية، بمعنى من الناحية الشكلية أنه مقبول. بخصوص الاتهامات، يبقى القضاء هو الذي له الصلاحية في الإدانة وفي المؤاخذة وفي المتابعة. ممكن لناش نجي ونتهم واحد الإنسان واحد الجريمة وتوهيم الرأي العام بأن هناك جريمة وهي ليست هناك جريمة في الأصل. نقطة أخرى أستاذ، يعني الكل كيتحدث بأن تاني حاجة أن المنسقين الجهويين اللي هما أعضاء في المكتب السياسي للحزب المغربي سابقا، الحزب المغربي الليبرالي، بعضهم كانوا من المرشحين اللي أو كيمثلوا مجموعة من المناطق داخل المملكة من الجنوب حتى الشمال. كتجي التنسيقية الوطنية وكتهمهم بهاد الاتهامات الخطيرة وهي مس لشخصيتهم. احنا غادي نتخذوا اجراءات اخرى قانونية في الوقت المناسب ضد الاتهامات اللي موجهة لنا. للحزب المغربي الحر لانه ناضل من اجل فتح المجال للشباب وللمناضلين، وكفانا من الانتهازية والبيروقراطية داخل الحزب المغربي الحر. وحي الأستاذ أنوار بن بوشمعة. ونطلبوا من جميع المحامون والموظفين ديال كتاب الضبط وجميع الهيئات ديال المجتمع المدني باش يلتحقوا بالحزب. استاذ اسحاق شاريه. محمد زيان من المؤسسين. احنا ما تنطعنوش فيه، ولي طعن في راسه بان مس المؤسسات ديال الدوله، وحنا ما تنمسوش المؤسسات ديال الدوله. هو تياخذ قرار انفرادي وتنطلبوا من عندنا ذاك المحضر ديال سميتو ذاك المحضر اللي دار به. وحنا ضده حنايا في هذاك ما عندوش حق باش يطعن. احنا عندنا اغلبيه انحاء المملكه. لعبت دور كبير. احنا لا ماشي الكواليس، احنا خرجنا بتصريح مباشره. بالرزاعه طيحنا به زيان. كيفاش القضيه؟ احنا جوج مشينا انا وانوار بوجمعه ودرنا الحركه التصحيحيه. يعني اليوم هناك مرحله جديده، كيفاش مريتوا بهذه المرحله اللي كانت صعيبه؟ خاصه يعني قرارات وتصريحات.
الحمد لله انا الماضي ما بقيناش بغينا نهضروا عليه، حنا الماضي ديالنا هو الحركه التصحيحيه، والحمد لله دابا كما كتشوفوا وجوه جديده، والحزب غادي يعرف واحد النفس جديد. يعني القوه ديال الحزب ان شاء الله ما غتكونش قوه شخص واحد، القوه ديال الحزب غتكون قوه كما شفتوا انتم راه القانون تعدل، والقوه غادي تكون في القوه ديال الهياكل ديالو، وحنا غادي نخدموا في هذا الاطار. يعني المره الجايه القرارات او الافكار ديال الحزب او الغايات ديال الحزب غتبقى تخرج منبثقه على المكتب السياسي، ومنبثقه بالاجماع، ومنبثقه بالديمقراطيه. حنا لا يهمنا منصب ولا يهمنا الكرسي، بل يهمنا هو مصلحه المواطنين والمواطنات، مصلحه المناضلين والمناضلات، ولهنا حشمنا. رسالتكم بكل جرأة. الحمد لله اليوم زيان، شنو تبغي تقول في هذه المحطه؟ زيان له الفضل في تاسيس الحزب السياسي الحزب المغربي الحر، له الفضل في ذلك، ولكن الخطأ الذي وقع هو أنه اعتبر بأن الحزب السياسي هو حزبه الخاص، وهذا لا يجب أن يكون. خرجت ديالو كانت في كل صراحة كانت انفرادية انفرادية، والخرجت ديالو كانت عندها على مستوى الحزب أعطاته واحد الصورة سيئة خلال المشهد السياسي المغربي. واش نقدروا نقولوا ان ربط مشاكل شخصيه يعني ودخل فيهم الحزب اللي هما بعاد على هذه المشاكل؟ في الحقيقه احنا مازال ما غاديش نقولوا بخصوص المشاكل اللي تعرض لها، القضاء هو اللي غادي يمكن ياخذ الكلمه ديالو الاخيره، رغم الاحكام الصادره في حق المنسق الوطني، ورغم متابعات قضائيه، ورغم كيبقى ان القضاء هو من اختصاصه، مازال ماشي احكام نهائيه في حقه. القضاء مازال المرحله الاستئنافيه، ومازال محكمه النقد، والحمد لله احنا في دوله الحق والقانون. احنا اليوم هي محطه تاريخيه كما قلت، من اجل التغيير، من اجل تصحيح المسار. جميع المؤتمرين والمؤتمرات سواء الحاضرون معنا أو الذين حضروا عن بعد كانوا منتشين من هذا الانتصار، من هذا الذي يكرس التغيير ولا شيء غير التغيير. فعلا الحزب المغربي الحر قال كلمته في مجموعة من المحطات، في مجموعة من القضايا، لكن اليوم شئنا وأردنا أن نقول كلمتنا من أجل التغيير وتصحيح المسار، ونحن متفائلون ومنتشون بهذا الانتصار لتصحيح المسار، وسوف نقول كلمتنا بحول الله في الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي لم يعد عليها سوى 6 أشهر. نعم، طلعت على بعض البلاغات المنشورة في فضاءات التواصل الاجتماعي، كانت كلها تصب من أجل نصف هذا المؤتمر، من أجل محاولة إغراض أو إبعاد أغلب المؤتمرين حتى ليكتمل النصاب القانوني من أجل تكليف أو تنصيب أمين عام جديد على رأس هذا الحزب. أقول أنها كلها إشاعات من أجل نصف أو محاولة نصف هذا المؤتمر. المؤتمر مرة في أجواء ديمقراطية كما هو واضح للعموم. أقول أن الحزب المغربي الحر سوف يقول كلمته في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسوف يحظى باحترام الجميع سواء مواطنين أو مواطنات مغاربة، سواء المؤسسات، وسوف نقول كلمتنا باحترام جميع المؤسسات بديمقراطية وشفافية للجميع. أقول وأنا الأخذ المنسق العام، أقول إن حاد عن برنامجه المطروح وعن وعوده، سوف الحركة التصحيحية سوف تقول كلمتها كما قالتها اليوم، على أن هذا الحزب هو ليس حزب الأشخاص، هذا حزب جميع المغاربة والمغربيات، من أجل النضال في أخلاق عالية، في النضال جو يسوده الأخلاق والاحترام للجميع، دون سب ودون قذف ودون قول كلام حط من الكرامة في الآخر. نحن سوف نقول كلمتنا، وأدعو الشباب والشابات يحاولوا يقربوا من هذا الحزب هذا، ويشوفوا ويتعرفوا عليه، ومن بعد إذا بغاو ينخرطوا مرحبا بهم. شكرا.
المغرب. تحية للصحافة، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم جميعا، كل باسمه وكل منبر باسمه، لأن الصحافة اللي انتقدها البعض احنا كنعتبروها هي أساس الديمقراطية في المغرب. تحية لكم وتحية على المخاطر اللي خدتوها رغم الوباء، ولكن هذا الأمر فعلا نحن الآن كشباب هذه البلاد يسعدنا ويجعلنا أننا نقول فعلا أن الوطن لا زال فيه أمل ولا زال هناك أمل. كنظن أن اليوم استثناء في المشهد السياسي المغربي، أن مجموعة من الشباب والشابات، أن أعضاء حركة صحيحية وصلوا إلى مبتغاهم. هذه دعوة إلى كافة الشباب أنهم ما يفقدوش الأمل، لأن المغرب لا زال بخير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.